نرجع لماتش هولندا. احنا الجول دخلت فينا في الدقيقه 58. هل حضرتك والكابتن جوهر حسيتوا بقى ان الموضوع بقى هيبوخ ونخش في جول واتنين، خاصه ان احنا كنا مضيعين فرص وكان ممكن يعني احنا اللي احنا نجيب جول واتنين، وقلت بقى خلاص بقى واللعيبه دي هتنهار قدام اللعيبه دي خلاص بقى لما يكون خالد وريكارد في الفورمه وبتاع فاكيد هينهار، ولا كنت حاسس ان ممكن تحصل حاجه؟ لا والله ما بص انا هكلمك بصراحه يعني حتى زي ما قلت لك اللعيبه كانت في مرحله التسخين كان فيها قلق، انا قلت لهم ما تقلقوش هنعمل ماتش كويس. حتى يعني بداية المباراة احنا عملنا طبع كويس، احنا في استحواذ في نقل زي ما قلت لك، اسلوب هولندا كان مناسب جدا لنا احنا دفاعيا، يمكن برضو دفاعيا كنا كويسين جدا في الناحية الدفاعية، فلو جول جه في الدقيقة 58 ما كانش فيه قلق بالنسبة لنا، يعني احنا ضيعنا فرص فعلا. مجدي طولب يمكن لو تفتكر ضيع فرصة، ولكن الحمد لله الاداء بتاعنا كان مبشر ان احنا حتى لو نتيجة 3-1-0 مش هبقى زي التوقعات 7-8 والكلام ده. اكيد ركله الجزاء الشهيره للكابتن مجدي عبد الغني، حضرتك لازم تحسم لنا الموضوع ده دلوقتي. هل كان في حد مرشح للتسديد غير الكابتن مجدي ولا هو كان رقم واحد؟ لا احنا دايما كنا بنحط رقم واحد واثنين وثلاثه، كان في الكابتن مجدي عبد الغني طبعا رقم واحد، هو ما ضربه الجزاء يعني جه خلاص، هو النهارده في ثقه، النهارده في حتى اللعيب دايما لما يبقى في ثقه ما بيبقاش مهزوز خلاص، بيبقى داخل ما فيش قلق يعني. فالكابتن مجدي دخل وسجل منها الهدف، وده كان هدف رائع سجله يمكن كابتن مجدي عبد الغني. ماتش ايرلندا كان الماتش الثاني، وبعد الماتش مدرب ايرلندا فاجئنا بتصريحات كانت قويه شويه عن الطريقه الدفاعيه لمنتخب مصر، هو كان معترض على ايه؟ يعني كان ايه وجه اعتراضه؟ هو بص انا يمكن برضه عشان تبقى عارف، انا يمكن رحت تابعت مباراه روسيا وايرلندا، في ايرلندا برضه رحت يمكن عن طريق برضه كابتن جواري وكتبت له تقرير عن ايرلندا، قلت لهم الفرقه كويسه جدا، فرقه تتمتع باللياقه بدنيه عاليه من الفرق اللي ويل بيلت، كلهم عندهم راس حربه ما شاء الله، كلهم اجسام خياليه، فهيتعبونا في اسلوب لعبهم لان اسلوب اللعب بتاعهم غير هولندا غير انجلترا، كان اسلوب دايما كور طويله، فكان يحطنا تحت موقف دفاعي بصفه مستمره، وده اللي حصل. عشان كده المدير الفني يمكن ما عجبوش الطابع الدفاعي اللي لعب بيه منتخب مصر، ولكن النتيجه كانت في حد ذاتها مرضيه لمنتخب مصر وجهاز منتخب مصر. الماتش الاخير في المجموعه بنلعب انجلترا برضو منتخب لا يستهان بيه، وفي الاخر هو وصل سيمي فاينل البطوله. هل منتخب مصر كان داخل يلعب على المكسب بما ان المكسب هو اللي يقودنا للدور الثاني، واحنا فاكرين كويس حزن اللعيبه بعد الماتش ودموع الكابتن ابراهيم حسن وحضرتك بتهديه هو والكابتن جوهري، هل الجهاز الفني كان بيعد لعيبه ان احنا نخش نكسب انجلترا في الماتش؟ طبعا، لان احنا الحمد لله لازم قلت لك تعادلنا مع هولندا، تعادلنا مع ايرلندا، الماتش الاخير ده كان ماتش بيعتبر نهائي بالنسبه لنا، وكنا فعلا عندنا امل كبير، وزي ما قلت لك فرقه انجلترا برده من الفرق كويسه جدا، واحنا لعبنا وضيعنا فرص، لو تفتكر فرصه جمال عبد الحميد يمكن في السكس يارد اللي ضيعها وحاجات كتير جدا، حتى ولكن الجول ما كانش من كره ملعوبه يعني، كان كره ثابته، الرد يمكن من ضربه ثابته، انا فاكر الرد ده راس الحربه من ضربه ثابته وكان فيها خطا شويه من الدفاع فسجل منه الهدف، ولكن اداء منتخب مصر بصفه عامه في الثلاث مباريات كان اداء كويس الحمد لله. عشان نختم الحديث عن كاس العالم 90، حضرتك مران بالتصفيات بكل ماتشاتها بكاس العالم بالمعسكر، لو في كواليس معينه ما تقدرش تنساها لا يمكن ان تغفلها دون ان تذكرها؟ لا وبص الكواليس دايما يعني احنا كنا في زي ما قلت لك احنا كنا في دور الدفاع الجوي، الكواليس دايما ان احنا كان في لعيبه فيها التزام، يعني ما فيش نيجي من الساعه 11 بالليل كل اللعيبه التلفزيونات بره الاوضه، وكنت امر على لعيبه التلفزيونات بره الاوضه، اللعيبه كانت ملتزمه الالتزام غير عادي. حالتك كان مره كابتن شبير كان بيتكلم ان الكلام في التليفونات دي كان بمواعيد، كنا بندي تحت الراجل طبعا مسؤول عن التليفونات تحت، كانت كلها حاجات داخليه، كنا بندي له تعليمات ان الساعه 10 10:30 11 بالكثير قوي ما فيش تليفونات تيجي لاي لعيب في الغرفه.